أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا يا كريم يا